نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع كلية الآداب جامعة الفيوم ندوة توعوية تثقيفية لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم طارق عبد الوهاب على أهمية العمل الجاد والإخلاص في العمل التطوعي وما له من أثر إيجابي يعود على الفرد والأسرة والمجتمع، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل المبادرة الرئاسية حياة كريمة وما تشهده مصر من نهضة شاملة وتنمية في مختلف المجالات، وحث الطلاب والطالبات على ضرورة بذل الجهود والعمل والاجتهاد في رفعة الوطن وسلامة أراضيه. وشهدت الندوة إقبال عدد كبير جدا من الطلاب اللي كانوا راغبين في التعرف على أهداف المبادرة، وخصوصا إن احنا بنتكلم على عدد كبير جدا من الطلاب موجودين في القرى، فهم عايشين بالفعل واقع هذه التجربة أو أكبر مشروع تنموي موجود على أطلقته الدولة في الفترة الأخيرة، بداية من المؤتمر الوطني للشباب اللي انعقد في 2019 واللي أطلق في الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المبادرة. الطلاب كان عندهم شغف كبير جدا وعندهم اهتمام كبير جدا لمعرفة إيه هي القرى وإيه أهداف المبادرة وإزاي يتطوعوا. ندوة انقسمت لثلاث محاور، كان الجزء الأول منها بنتكلم مع الشباب عن مبادرة حياة كريمة، حجم الأعمال في المرحلة الأولى اللي كانت في مركز يوسف الصديق وإتصا داخل الفيوم، حجم المشروعات اللي جاوزت 1320 مشروع وميزانية قاربت من 15 مليار جنيه. الجزء الثاني كان تعريف بمؤسسة حياة كريمة، المحاور اللي بتعمل عليها المؤسسة، سواء كان الاهتمام بالمرأة، المعيلة والغريمات، الاهتمام بكبار السن، ذوي الهمم، الأطفال، تمكين الشباب اقتصاديا، توعيتهم وإشراكهم في الحياة المجتمعية. وده ينقلنا كان للموضوع الثالث، هو دعوة للتطوع. مؤسسة حياة كريمة بتضم 36,000 متطوع. حضرت ندوة بتاعت حياة كريمة واستفدت منها كتير، وحابة بصراحة أتطوع فيها عشان هي هتضيف حياة كتير جدا، وأنا أتمنى أن أنا أتطوع فيها وكل الشباب طبعا، لأن احنا عايزين أكيد نطور كل الكرة اللي عندنا يعني.